حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حضر احتفاء اللجنة الأولمبية البحرينية بسموه بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي التي اختتمت مؤخرا في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية. وأعرب سموه عن تقديره على هذه اللفتة المعبرة، مقدما سموه الشكر للجميع متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. وعبر سموه عن اعتزازه الكبير بالإنجازات الإدارية والرياضية التي حققتها اللجنة الأولمبية، وبالجوائز الدولية المرموقة التي نالتها، وقدرتها على استضافة وتنظيم العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية، وإشرافها على عمل الاتحادات الوطنية، وتعزيز حضورها بمختلف المحافل الخارجية. وقد أعرب جميع موظفي اللجنة الأولمبية عن فخرهم واعتزازهم بما حققه سموه من إنجاز رائع سجل اسم المملكة بأحرف من ذهب، معاهدين سموه على العمل من أجل رفعة وتقدم الرياضة البحرينية والمساهمة في دعم الاتحادات الرياضية بما يؤدي إلى توسيع رقعة الإنجازات مستقبلاً. من جانبه رفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة فوز سموه ببطولة العالم للرجل الحديدي، معربا عن فخره واعتزازه بما يحققه سموه من إنجازات تمثل دافعا لجميع الرياضيين من أجل تحقيق الإنجازات المشرفة باسم الوطن، مثمنا الدعم الذي يقدمه سموه للجنة الأولمبية البحرينية والتي شهدت في عهده الكثير من الإنجازات والمكتسبات على كافة الأصعدة وشهدت نقلة نوعية، مؤكدا بأن جميع موظفي اللجنة الأولمبية لن يدخروا جهدا لقيادة اللجنة الأولمبية إلى مستقبل أكثر إشراقا وتميزا.